أقول لك يا شيخ بالله في سؤال الله يسرعه. تفضل. بالنسبة إذا شق الواحدة الدخول في دخول يعني وقت الإفطار يعني. طيب. هو عارف بالضبط يعني مثل الوقت يعني. فإيش عليه يعني لو 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 أفطر قبل الأذان يعني. طيب. يعني أنت شكك في الأذان؟ يعني شك يعني في الوقت يعني وقت الإفطار. كيف شك؟ وضح لي كيف شك؟ يعني أفطر ثم شك؟ يعني ظن أنه أذن وشك؟ أو أنه ما يدري غابت الشمس أو لم تغب أذن أو لم يأذن وراح فطر؟ ما يدري يعني الشمس غابت يعني ما هو قادر يعني يحدد بالضبط يعني. وين هو في بلد ولا في صحراء؟ في بلد والله بس يعني في زي ما نقول يعني في ناس يأذنوا صحيح وناس ما يأذنوا صحيح. يا أخي أنت عندك وسواس؟ لا ما في وسواس الحمد لله. طيب. السعودي يقول إذا شك الصائم في دخول وقت الإفطار يعني في غروب الشمس وذلك ربما لاختلاف توقيتات المؤذنين أحد مؤذن مبكر والآخر متأخر أو لأي أمر من الأمور. هو الشك يعني أنا ما أعلم ما مصدره إذا كان سألت الأخ وقلت هل هناك وسواس في الحقيقة إذا كان الشك بمعنى أنه متردد هل غابت الشمس أو لم تغرب في هذه الحال لا يجوز له الفطر حتى يتيقن الغروب لقول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا شك في دخول الليل فيبقى صائما حتى يتحقق الليل وهو بسقوط القرص أن يغيب حاجب الشمس الأعلى. الشمس لها طرفاء الدائرة إذا غاب حاجبها الأعلى فقد أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أدبر النهار منها هنا وهو بغروب الشمس وسقوطها وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر ووجبت الشمس يعني سقطت فقد أفطر الصائم. وبالتالي سقوط الشمس هو المبيح للفطر. فيما يتعلق بحال الناس في المدن الناس في المدن يتبعون المآذن فإذا أفطر على أذان مؤذن فإنه يكون بذلك قد أدى ما عليه إلا أن يعلم أن المؤذن مخطئ كان يحصل أن يؤذن مثلا قبل 10 دقائق وهذا يجري أو في المدن المتقاربة كجدة ومكة وكذلك المدينة في بعض الأحيان يعني هناك تقارب في دقائق فقد يتوهم بعض المؤذنين أذان بلد كان يكون في جدة فيؤذن على أذان مكة أو يكون في المدينة ويؤذن على أذان الحرم المكي فهنا ينبغي التحري في أذان المؤذن. إذا كان أذان المؤذن على الوقت وهو دقيق فإنه يفطر. أما إذا كان يخطئ أو يعلم أنه تقدم أو يشتبه عليه تقدم فيتحرى حتى يتحقق غروب الشمس. لكن لو أفطر بناء على أذان مؤذن وهو يعني يعلم أن المؤذن يؤذن على الوقت لكنه أخطأ فيه يوم الأيام لا حرج عليه. لكن إذا علم يجب عليه الإمساك بمعنى أنه إذا أفطر ظانا أن الليلة قد دخل ظن أن الشمس قد غابت وتبين أنها لم تغب ففي هذه الحال إذا تبين له بقاء النهار يجب عليه الإمساك. يمسك حتى تغيب الشمس. طيب هل يقضي مكانه يوما آخر؟ الجواب لا، لا يقضي مكانه يوما آخر. ففي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم تذكر القضاء. وما جاء في قول في رواية وبد من القضاء يعني لا بد منه هذا من قول أحد الرواة وليس من كلام أسماء رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء بناء على أن كل من وقع في مفطر من المفطرات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يؤثر على صحة صيامه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من أكل ومن نسي فأكل وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.